قصة جميلة تأثرت بيها لزوجين، بالمناسبة كانت قصة حقيقية، يعني زوجين طيبين جدا وناس بسطة كده على قدهم يعني، وبعدين ما كانش عندهم أولاد، وقرروا إن هم ياخدوا كل أسبوع آية يحققوها في الكتاب المقدس ويبدأوا يطبقوها عمليا في حياتهم. وفي مرة هما بيقروا كده في الكتاب المقدس ولقيوا الآية الجميلة: ارمي خبزك على وجه المياه بكرة هتلاقيه لأولادك. فيعني مراته قالت له: طب احنا ننفذ الآية دي ازاي؟ فقال لها: طب احنا ايه رأيك ننفذ الآية دي حرفيا؟ اكيد ربنا عايز يعلمنا حاجة بكرة بعد. فراحوا جايبين صندوق خشب كبير وحطوا فيه كمية عيش، أرغفة عيش وخبز كتير خالص، وحطوا شوك وسكاكين ومعالق وقفلوا الصندوق الخشب ده كويس جدا، وطلعوا على البحر ورموه في قلب البحر. بعد سنين طبعا هم خلاص نسيوا اللي هم عملوه، نسيوا الموقف اللي عملوه بالكامل. بعد تقريبا 5 سنين حصل انه الزوج ده خسر كل حاجة في حياته، خسر أمواله وخسر فلوسه وخسر ممتلكاته وخسر حاجات كتيرة جدا مادية أقصد أو مالية في البيت. وقرر هو ومراته إن هم يشوفوا ملجأ يعيشوا فيه أو بيت للاجئين يعيشوا فيه، لأن هم حتى ما عندهمش القوت اليومي، وعلى الأقل جدا ما عندهمش أجرة البيت اللي هم عايشين فيه. فقرروا يدوروا على ملاجئ. قعدوا يدوروا على ملاجئ في البلد اللي هم عايشين فيها. كل الملاجئ قالوا لهم: احنا بنعتذر، اللوكاندا كلها مقفولة وكل الملاجئ مقفولة واتملت ومفيش مكان لكم. طلعوا برا البلد ولقيوا في ملجأ صغير كده لناس بسطة، فقالوا له: احنا مش لاقين حد يعني ياخد باله مننا، واحنا خلاص كبرنا في السن ما عندناش حتى القوت اليوم. فقالوا لهم: تفضلوا، في أوضة فاضية فعلا، تفضلوا عندنا في اللوكاندا واحنا نكرمكم وتقعدوا عندنا وناخد بركتكم. فالراجل يعني قال لهم: انا بعتذر، انا جعان، قاعد على لحم بطني ليا يومين ما اكلتش لا انا ولا مراتي، لو اي حتى يعني لقمه كده حتى لو ناشفه اكلها انا ومراتي. احنا قالوا: لا احنا بنجهز لك العشاء، تفضل حضرتك تغير هدومك وتريح شويه على ما نجهز لك العشاء في المطعم وتيجي ترتاح. وقد كان نزلوا المطعم فوجئوا على الترابيزه الشوك والسكاكين والمعالق اللي هم حطوها في الصندوق هي اللي موجودة قصادهم على الترابيزة، لأن هم كانوا كاتبين أساميهم على الشوك والمعالق اللي حطوها في الصندوق. فبعد ما خلصوا أكل راحوا لصاحب الفندق وقالوا له: احنا عايزين نسأل حضرتك سؤال، هي الحاجات الموجودة على الترابيزة دي انت جبتها من فين؟ فقال لهم: لا دي قصة طويلة، تعالوا بقى أحكي لكم. احنا في مرة كنا في قلب البحر والسفينة بدأت هتغرق مننا من الأمواج والرياح والعواصف وتخبطت كتير، فرمينا كل حاجة في السفينة. فوجئنا بعد ما الدنيا هديت كلنا جعانين ومش لاقين حاجة ناكل. فقعدت أصرخ لربنا، قلت له: يا رب أنت ملجأ لينا، إحنا مفيش مكان نروح فيه ومفيش حد هيبعت لنا أكل دلوقتي، إحنا مش عارفين نتصرف. بصينا لقينا فيه صندوق جاي من بعيد على البحر، فواحد فينا نزل بسرعة عام جاب الصندوق، فتحنا الصندوق لقينا فيه أرغفة عيش وخبز كتير جدا حتى كفى كل الناس اللي في السفينة وزاد. وقررنا أنا وشريك اللي في السفينة أن احنا نفتح ملجأ للناس الغرب والناس الغرباء والمتعبين، عشان زي ما ربنا وقف جنبنا وكان ملجأ لينا في الضيقة، احنا كمان نبقى ملجأ لناس كتيرة في ضيقة أو حاجة حصلت لهم. فلقيوا الراجل الزوج البسيط ده هو ومراته بيعيطوا بحرقة، فقالوا لهم: عارفين الصندوق ده مين اللي عمله؟ احنا اللي عملنا الصندوق ده، احنا اللي حطينا العيش ده، احنا اللي حطينا لكم المعالق والشوك والسكاكين. فالراجل صاحب الفندق قال لهم: وعلشان الخير اللي انتوا عملتوه كان سبب في ان احنا نعيش وحياتنا تبدأ من جديد، انتوا ليكوا الغرفة دي ملك في اللوكاندا، وهتبقى الغرفة بتاعتكم وأكلكم وشربكم علينا، احنا ربنا كرمنا كتير وأغنياء ماديا، احنا هنصرف عليكم لغاية آخر نسمة في حياتك. حبيبي حط جواك دايما كده اني اللي جوايا مكفيني، انا مستكفي بنعمة ربنا اللي جوايا، مش هستنى الخير اللي انا عملته في غيري
لأنه أكيد هيعوضني بيه في طرق تانية وفي أماكن تانية وفي أيام جميلة جاية.